النهاردة هنشرح يعني ايه OOP في اللغة اللي هي PHP. هفتح W3 Schools وهمشي على نفس المسار اللي موجود، بحيث ان انت لو عايز تذاكر بعد فترة تذاكر من نفس المحتوى اللي موجود هنا، تراجع على OOP سريعا. يعني بالنسبة لل OOP اختصار ل Object Oriented Programming، تمام؟ طيب ال Object Oriented Programming نوع من في نوع تاني للبرمجة اسمه Procedural Programming. طب ايه الفرق ما بين ال Object Oriented Programming وال Procedural Programming؟ هنا بيقول ان ال Procedural Programming هو بيبقى معتمد على يعني ان كل السطور تحت بعضها line by line، كمان بيبقى معتمد بس على الجزء بتاع الفانكشنز، بس في ان انت تستدعي جزء كود موجود في مكان تاني، تمام؟ طيب انما وركز قوي على ان البروسيجرال بروجرامنج دي لاين باي لاين. طيب نيجي على الاوبجكت اورينتد بروجرامنج، هنا بيقول ان انت بتعمل اوبجكت بتخزن فيها الداتا والفانكشنز. طيب ال PHP من اول الفيرجن رقم اللي هو PHP 5 بتشتغل بأوبجكت اورينتد بروجرامنج، او بتشتغل بالستايل اللي هو اورينتد بروجرامنج مش بروسيجرال بروجرامنج. طيب ايه اللي بيعمله OOP او ايه الفرق ما بين نوعين البرمجه دول؟ بيقول اولا ان OOP يعتبر اسرع واسهل، كمان الكود بتاعك بيبقى يعني كلير واضح. الحاجة التالتة والأهم ان هو مفيش ريبيت في الكود، ما don't repeat yourself، مفيش تكرار في الكود، انت بتستدعي الحاجة مرة واحدة بس. لا لا هنشوف الوقت. الحاجة اللي الرابعة بقى ان انت بتعمل reusable applications، يعني بتعمل application يعني او الكود بينفع ان انت تستخدمه في كذا application تاني، مش شرط الابليكيشن ده بس، تمام؟ طيب خلينا فاكرين الاربع مميزات اللي موجودين دول عشان هننزل project معتمد على ال OOP ونشوف ازاي ال OOP حققت لنا الاربع شروط اللي قدامنا دول، تمام؟ طيب بس بعد ما نشوف الاساسيات اللي موجوده تبع ال OOP. طيب اول حاجه في ال OOP هو في كذا سبجكت كده هنتكلم عنهم ونفهمهم عباره عن ايه. بيقول ال OOP فيها كونسبت اسمه الكلاس والاوبجكت. يعني ايه الكلاس؟ هنشرح الكلاس والاوبجكت ويعني ايه كونستراكتور ديستراكتور، يعني ايه كونستانت، يعني ايه ابستراكت كلاس، يعني ايه انترفيس تريت، يعني ايه نيم سبيس، يعني ايه ميثود وبروبرتي. كل الحاجات دي هنشرحها نظري الاول، وبعدين هنزل لكم بروجكت مكتوب OOP ونشوف فيه هل المميزات اللي موجوده دي اتحققت ولا لا، وازاي بنستخدم OOP، تمام؟ طيب نبتدي في البيزكس اللي هي الحاجات النظري اللي موجوده في OOP. اي انترفيو انت بتتسال في الحاجات اللي هي النظري اللي هي زي الفرق ما بين الكلاس والاوبجكت، ويعني ايه ابستراكت كلاس، يعني ايه انترفيس، كل الكلام النظري ده. طيب نبتدي كده بالكلاس والاوبجكت. بالنسبه للكلاس اللي احنا موجودين فيه حاليا ده موجود فيه اكتر من شخص، مظبوط؟ طيب الانستنس الواحده او اللي هي الحاله الواحده من الكلاس ده بنسميها اوبجكت. بمعنى في كلاس كبير اسمه فروت، في عندنا اوبجكت اسمه ابل، واوبجكت اسمه بنانا، واوبجكت اسمه مانجو. مثال علينا بقى واحنا قاعدين في الكلاس ده، الكلاس ده هنسميه فرونت اند كورس. في عندنا اوبجكت اللي هو محمد، في عندنا اوبجكت اللي هي شروق، وفي عندنا اوبجكت اللي هو احمد، تمام؟ فده الفرق ما بين الكلاس والاوبجكت. دايما كده في جمله مشهوره بتقول ان الاوبجكت يعتبر انستنس اوف كلاس، حاله او عنصر من كلاس معين من فئه معينه، تمام؟ طيب نشوف كده الجزء اللي بعده.
نشوف بقى ازاي في البي اتش بي بنعرف كلاس. بيقول لك انت بتستخدم الكي وورد كلاس عشان تعمل اي كلاس، وليكن هعمل كلاس الاسم بتاعه مثلا فروت. تمام، دي كده الطريقة اللي انت بتعرف بيها كلاس. طيب نشوف ازاي. بيقول لك ان الكلاس بيبقى فيه عبارة عن مجموعة من البروبرتيز والميثودز. طيب الفرق ما بين البروبرتيز، البروبرتيز اللي هي متغيرات موجودة معانا. طيب انا لو عرفت كلاس اسمه مثلا كورس، او انا هعرف student ده كلاس، تمام، هعرف فيه بروبرتي، هنقول عرف لنا متغير اسمه الستودنت نيم، ومتغير تاني الستودنت ايميل، والستودنت موبايل. هعرف هنا البروبرتي دي هخليها student first name، وعرف بروبرتي تانية اللي هي last name student last name. تمام، طيب دي بالنسبة لإيه للبروبرتيز. يبقى دي عبارة عن variables، البروبرتيز عبارة عن variables في البي اتش بي. طيب بالنسبة بقى للجزئية بتاعت الميثودز، دي عبارة عن functions في البي اتش بي. يعني البروبرتيز هي ال variables، والميثودز اللي هي ايه ال functions جوه الكلاس ده. تمام، طيب انا عايز اعرف function، فانا هقول له انا function اسم ال function دي full name. طبعا الفانكشن بيبقى فيه اقواس للانبوت، وبيبقى فيه عندنا البراكتس اللي بتكتب فيها الكود. طيب انا عايز اعرض الفول نيم، او الفانكشن بتاع الفول نيم دي هقول ان هي تعمل ايه، هتجيب لي الستودنت اللي انا واقف فيه، هتعرض لي منه الفيرست نيم، وتعرض لي منه اللاست نيم، ما بينهم مسافه. تمام، طيب فهقول هنا ان الفانكشن هتعمل لك ريتيرن لمين. في عندنا كيورد اسمها this، بتبقى عايده على مين، على الاوبجكت نفسه اللي انا واقف فيه، رغم اني في كلاس. تمام، بس this بتبقى عايده على الاوبجكت. بمعنى ايه الاوبجكت؟ يعني لما اعمل student الفيرست نيم بتاعه باحمد واللاست نيم بمحمد، يبقى this وفي الفيرست نيم بتبقى عايده على الاوبجكت اللي انت واقف فيه. تمام، فما اقول له this of مين، الفيرست نيم الستودنت فيرست نيم، شوف هنا العلامه دي. تمام، العلامه دي بتبقى انت هنا بتقول اعرض لي من البروبرتي من الاوبجكت اللي انا واقف فيه المتغير اللي هو مين، الفيرست نيم. ولاحظ هنا برضو ما بيحطش ايه الدولار ساين. تمام، طيب فانا هقول له هنا اعرض لي this of student first name، هعمل concatenation، واقول له كمان this of the student، هاخدها كب student last name. تمام، طيب يبقى انا عملت هنا كمان دي كده البروبرتيز، ودي عندنا ميثود او فانكشن بتعمل ايه اسمها فول نيم، والمفروض ان هي بترجع لي الفيرست نيم مسافه اللاست نيم. تمام كده، طيب تعالوا بقى نرجع نشوف كده ازاي بستدعي الكلاس ده عشان انفذه. طيب هل احنا بنروح ننفذ الكلاس، ولا بنعمل احنا الكلاس ده الهدف ان انت عندك فيه كذا عنصر ليهم نفس الخصائص. يعني بدل ما اقول ان انا اعرف student جديد له first name و last name و email و function بتعمل كذا،
واروح اعرف ستودنت تاني وتالت ورابع وعاشر، هعمل ايه؟ هتعرف كلاس، كل اوبجكت هياخد من الكلاس ده او هياخد نفس الـ او يعني الاوبجكت هو انستنس او حاله من الكلاس الكبير ده، كل اوبجكت كده هياخد نفس البروبرتيز والفانكشنز. تمام؟ طيب يبقى انا دلوقتي عايز اعمل اوبجكت جديد من الكلاس اللي هو مين؟ student. وبعد ما اعمل الاوبجكت الجديد اروح استدعي القيم اللي مكتوبه فيه بقى بالترتيب. تمام؟ طيب ده هنا تعريف الكلاس. خد بالك انا موجود في نفس الصفحه اللي فيها التعريف بتاع الكلاس، وهاجي كده اقول له عرف لي متغير جديد اسمه student1 بيساوي الكيورد بتاعت نيو وستودنت. دايما كده يفضل ان الكلاس بيبقى اول حرف فيه ايه؟ كابيتال. هقول له هنا نيو ستودنت. تمام؟ طيب عرف لي اوبجكت اسمه ستودنت 1 بيساوي نيو ستودنت، يبقى انا كده بقول له الكلاس بتاعي، معلش مش هنا، الكلاس بتاعي اللي هو الستودنت عرف لي منه اوبجكت جديد. تمام؟ طيب انا لسه لا مررت الفيرست نيم ولا اللاست نيم ولا الايميل ولا الموبايل. طب امرر القيم ازاي؟ هتقول لي ستودنت 1 اوف، واستخدم بقى اقول لي هنا الفيرست نيم. طيب هاجي هنا اكتب الفيرست نيم بالشكل ده بيساوي بسمة، نفس النظام اللاست نيم والايميل والموبايل. تمام؟ هنحط هنا اي رقم. تمام كده انا جيت في student 1 اللي هو الاوبجكت من الكلاس student. وبما ان اي اوبجكت انت هتعرفه من النوع اللي student هيبقى له first name وايميل وموبايل ولاست نيم، فانت هتمرر القيم بقى بتاع الاوبجكت ده. تمام؟ طيب نيجي بقى عايزين نعرض المتغير اللي هو مين؟ student. طب هعرضه ازاي؟ بفار دامب مثلا. هقول له هنا var dump echo pre var dump student 1 ونعرض بقى الصفحة بتاعتنا.
طيب هنا كان ممكن اشيل بابليك اللي موجودة دي واحط قيم عادي، بس احنا الكلاس ما بنضيفش فيه قيم، او اقول له يساوي قيم فاضية. تمام. طيب الكيورد اللي هي بابليك دي هنتكلم عنها بعد شوية، اسمها اكسس موديفاير. فهنتكلم عن البابليك والبرايفت بعد شوية. تمام. طيب دي الكيورد بابليك، يعني يتشاف في اي مكان. طب تعال بقى نشوف كده الستيودنت بتاعنا. لقينا هنا الستيودنت نيم، القيمة بتاعته بسمة، واللاست نيم والايميل، وده كمان الجزء بتاع مين؟ الموبايل. طيب انا لو عايزة اعرض الفانكشن اللي هي مين؟ فول نيم. طيب هعرض ده ازاي؟ اقول له اعرض لي الستيودنت، او اقول له اول اعرض لي الستيودنت موبايل الاول. فده اعرضه ازاي؟ اقول له هنا ايكو student 1 of student mobile. او خليها الفيرست نيم. هي اتعرض لي هنا الاسم. طب لو انا عايز انفذ الفانكشن اللي موجوده اللي هي الفول نيم، هقول له اطبع لي هنا مين؟ الفول نيم. بس هنا تكتب اقواس الفانكشن ولا لا؟ هنشوف. انا هنا طبع لي هنا الناتج بتاع الفانكشن اللي هو عرض لي الفيرست نيم وبعدين اللاست نيم. انا من شويه كنت بقول ان زيز دي بتبقى عايده على مين؟ على الاوبجكت، مش على الستيودنت، على الاوبجكت. طب ليه؟ لان كل اوبجكت الستيودنت فيرست نيم هيختلف عن الاوبجكت التاني. تمام. طيب يعني انا لو كان عندي هنا ستيودنت تاني، اعمل هنا ستيودنت تاني، اكرر دي كده، خلي دول اتنين. تمام. غيرت في الداتا كده. لو انا قلت له اعرض لي الستيودنت 2 فول نيم، هيعمل ايه؟ هيجي على الكلاس بتاعي اللي هو بتاع الستيودنت، يشوف الفانكشن اللي هي فول نيم بتعمل ايه، فيلاقي ان هو بيجيب this student first name. this بتبقى عايده على مين؟ على الاوبجكت، فيجيب الفيرست نيم بتاع الاوبجكت اللي هو مين؟ واقف فيه، اللي هو student 2. تمام كده. طيب فتعال نشوف كده الستيودنت فول نيم للستيودنت 2 عرض لي الاسم الثاني غير الستيودنت 1، عرض لي هنا الفانكشن بتاعت الستيودنت الاول. تمام كده. طيب دي بالنسبه لل ازاي بعرض الاوبجكت، ازاي بعرض بروبرتي من الاوبجكت، وازاي بعرض فانكشن من الاوبجكت، وازاي بعرف اوبجكت جديد. تمام. طيب نشوف الجزء اللي بعد كده. طبعا هنا بيتكلم عن الجزء بتاع الزيز بيبقى عايد على ايه. نكمل. هنا هتلاقيه بيتكلم عن الجزء بتاع الزيس. طبعا هو عامل مثال تاني على الفروت،
بيعمل اوبجكت من الاوبجكتس مختلفة من الفروت. طيب هنا بيتكلم عن instance of، نشوف بتعمل ايه instance of دي. instance of عبارة عن تشيك هل الاوبجكت ده instance of class معين ولا لا. تمام. طيب يعني انا عندي مين الاوبجكت؟ student 2، ومين الكلاس؟ student. فهاجي اقول له ايكو اطبع لي المتغير اللي هو مين؟ student 1. هل هو an instance of student الكلاس؟ لو انتوا فاكرين كان مكتوب ايه؟ capital. تمام. طيب تعالى نشوف كده الناتج بتاعنا. طبع لي هنا ايه؟ واحد. واحد يعني ايه؟ يعني true. طب انا لو عندي متغير تاني نوع text مثلا، وليكن مثلا student 3 بنص فاضي مثلا، تعال بقى نشوف كده هل student 3 يعتبر instance of، يعتبر حالة من ال student ولا لا. الزيرو ما بيطبعش. تمام. الزيرو ما اتطبعش فلذلك ما طبعليش حاجة. طب لو انا عايزة اشوف بقى ب if و else، فاقول له هنا if في حالة ان هو instance of، و else في حالة ان هو مش instance. اكتب لي هنا not an instance، وهنا ده يعتبر instance. نشوف كده قال لي هنا not instance. واضح كده؟ في مشاكل؟ طيب ده بالنسبة لل instance of. نكمل. عندنا بقى حاجة اسمها الكونستراكتور، ودي جزئية مهمة جدا جدا. شفت انا من شوية عشان اعرف اوبجكت كنت بعمل ايه؟ بقول اول حاجة دي الاقوى، ده هنا الاستدعاء بتاع مين؟ الكلاس. وبعدين هنا بروح انده للفيرست نيم واللاست نيم والايميل والموبايل، كل البروبرتيز بقى بمرر ليها القيم بتاعتي عشان اعرف ستيودنت تاني. فشوف كده في اربع سطور اهو، تمام؟ خمس سطور او اربع سطور عشان تعرف الاوبجكت الواحد. تمام. طيب نشوف بقى ايه هي الكونستراكتور فانكشن. الكونستراكتور فانكشن احنا اخدناها قبل كده في الجافا سكريبت، هي عبارة عن فانكشن بتتنفذ اوتوماتيك مجرد ما انت بتعمل كرييت لاوبجكت من كلاس معين. تمام. طيب بنعرف الكونستراكتور فانكشن ازاي؟ بيقول لي في عندنا الفانكشن دي اسمها underscore underscore construct. تمام. طيب هل انا هنا طول ما انا ما حطيتش constructor function في الكلاس فكده ما فيش constructor function موجودة معايا؟ اما لو انت عايز تعرف الفانكشن اللي هي constructor function فهتقول لي هنا function اسمها underscore underscore construct، وهتنفذ فيها اي حاجة انت عايز. وليكن هقول له هنا ايكو entered started to create object. يعني انا كتبت له اول ما الكونستراكتور فانكشن دي تيجي تنفذ اكتب لي ايه؟ ان انا بدات ان انا اعمل كرييت للاوبجكت. وزي ما في كونستراكتور فانكشن في عندك ديستراكتور فانكشن، بتتنفذ امتى؟ ديستراكت
terminated object. انتهيت من الشغل في الاوبجكت ده. تمام؟ طيب يعني underscore underscore construct هتنفذ امتى؟ شايفين هنا student 1، انا هنا بعمل object من الكلاس اللي هو student، مظبوط؟ فدي كده انت بتعمل object جديد. الكونستراكتور فانكشن بتتنفذ اول ما بتفتح الاكواس دي، تمام؟ اول ما بتيجي تفتح اكواس وتقول ان انا هعمل اوبجكت جديد، فالكونستراكتور فانكشن تتنفذ، تمام؟ طيب تعالى كده نشوف. وبرده هنا فالناتج اللي هو ستارت تو كرييت اوبجكت ده المفروض ان هو يتعرض قبل طباعه اي حاجه، تمام؟ طيب تعالى كده نشوف. started to create object، started to create object اتعامل مع الاوبجكت وعرضت كل حاجه في الصفحه، وبعدين terminated object، terminated object، تمام؟ طيب يعني ايه الكلام ده؟ اول حاجه انا قلت له هنا اعمل لي اوبجكت جديد من الكلاس student، فكده هيروح ينفذ لي الكونستراكتور فانكشن، لقى فيها جمله طباعه فطبع لي جمله الطباعه. بعد كده في اوبجكت تاني احنا بننفذ سطر سطر اهو لاين باي لاين. بعد كده هنا بعمل اوبجكت جديد فهيروح ينفذ الكونستراكتور فانكشن. بعد كده قلت له var dump فيروح يطبع لي student 1. طيب لو انا خدت الجزء الخاص بالستودنت 1 ده كده اللي هي الطباعه بتاعه student 1 cut وحطيتها بعد تعريف student 1، تمام؟ يبقى كده هيعمل لي الكونستراكتور فانكشن في السطر ده. بعد كده هيروح يطبع لي student 1، وبعد كده يروح يعمل الكونستراكتور فانكشن بتاعت مين؟ الستودنت الثاني، الاوبجكت الثاني بقى. وبعد كده يطبع لي الداتا الخاصه بالستودنت الثاني لو في داتا، ما فيش خلاص. في نهايه الصفحه في اخر حاجه بقى لما تخلص شغل مع student 2، او انا كده يعني التعريف بتاع الستودنت كده خلاص ما عادش فيه تعريف للستودنت، او مع قفله الكورس بقى، فكده هيقول لي ان انا في نهايه الصفحه يعني هعمل termination للاثنين. بص كده started to create object، بعد كده طبعت الاوبجكت، طبعت قيمه منه. started to create object، بعد كده طبعت الداتا مختلفه وقلت له terminate للاثنين، ترميليت للاثنين اوبجكت. يعني طول ما انا بطبع قيم خاصه بالاوبجكت فهو انا كده لسه موجوده في الاوبجكت شغاله بيه، تمام؟ في نهايه الصفحه فانت كده خلاص يعني ما عادش في حاجه تشتغل فيها في الاوبجكت ده، فكده خلاص ده بقى الوقت بتاع الترمينيشن، تمام؟ اللي انتهى، ترمينيت اللي هو ينهي، تمام؟ طيب ده كده بالنسبه للكونستراكتور فانكشن. طب ازاي احنا هنستخدم الكونستراكتور فانكشن في ان احنا نوفر على نفسنا وقت؟ قال لك الكونستراكتور فانكشن دي هنستخدمها عشان تمرر قيم للمتغير وانت بتعرف الاوبجكت في نفس السطر بتاع تعريف الاوبجكت، تمام؟ يعني ايه؟ يعني انا هاجي اقول له هنا ان new student، هقول هنا ان انا اعرف construct، اعرف هنا ادخل هنا الداتا اللي هتدخل للconstruct function، هقول هنا ان انا هدخل قيمة اسمها student name. بصوا انا هخليها بنفس القيم عشان ما يبقاش فيه لخبطة، ادا student first name و last name و الايميل والموبايل، تمام؟ لحد كده في مشكله؟ طيب ما دي عباره عن فانكشن، تمام؟ طيب عايز بقى اقول ان الاوبجكت اللي انا واقف فيه الفيرست نيم بتاعه بيساوي القيمه اللي هتدخل لمين؟ للفانكشن دي، تمام؟ فانا اقول له هنا this
of the first name بيساوي مين؟ القيمة اللي داخلة هنا لل function اللي هي dollar sign first name، وهكذا هتكرر ده مع كل ال الباقي. ده هنا last name، email موبايل. تمام كده؟ في مشاكل؟ طيب ده كده بالنسبة لل constructive function. طيب دلوقتي بقى لما اجي او استخدم او اجي اعمل اوبجكت جديد، هنستدعي الاوبجكت ازاي بقى يا جماعه؟ قال لك هتيجي تحت كده وتقول لي يعني كده هيطلع لك ايرور الاول. تعال نشوف الايرور. فبيقول لي هنا تو فيو arguments تو فانكشن student construct زيرو باصد، يعني انت ما مررتش ولا ما عملتش باس للفانكشن دي، ما مررتش ولا بارامتر للفانكشن اللي هي بتاعت مين؟ الكونستراكتور. تمام. طيب انا بمرر القيم ازاي لاي فانكشن؟ مش بتكتب بقى القيم بقى بالشكل ده، يعني مثلا انا هقول له هنا بسمه كتكست، وبعدين احمد اللي هو اللاست نيم، وبعدين الايميل وبعدين الرقم بتاع الموبايل. تمام. يعني ده دلوقتي كده ملوش اي لازمه. ملوش لازمه. برضو نفس اللي هنا هنعمل كومنت للسطر ده كمان مش هنفذه. واضح كده؟ في مشاكل؟ فانت كده في نفس السطر عملت ايه؟ رحت قلت ان انت هتعمل اوبجكت من الكلاس ستودنت، والقيم بتاعته هتكون او البارامترز بتاعته هتكون يعني بالترتيب كذا. طب البارامترز دي انت بتمررها بناء على ايه؟ بناء على ان المتغير الاولاني اللي هو الفيرست نيم القيمه بتاعته هتروح لمين؟ ذس اوف الفيرست نيم. ذس بتبقى عايده على الاوبجكت، يعني كده الستودنت 1 الاولاني النيم بتاعه الفيرست نيم بتاعه هيجي من اول قيمه انت هتكتبها. تمام. بمعنى ذس اوف الفيرست نيم يعني الستودنت هو ستودنت 1. تمام. الفيرست نيم بتاعه اللي هو البروبرتي اللي موجوده فوق هتساوي القيمه اللي داخله هنا، وبعد كده ذس اوف اللاست نيم. طب مين ذس اوف اللاست نيم؟ اللي هو اللاست نيم متغير اللي هو ستودنت لاست نيم بتاع الاوبجكت ده، القيمه بتاعته هتيجي منين؟ من القيمه اللي داخله للفانكشن. تمام. واضح كده يا جماعه؟ نشوف ايه اللي حصل. ادى القيم برضو اتمررت بنفس الشكل. طبعا انت وفرت على نفسك وقت. طب هتقول لي ما هي هياها؟ هقول لك لا، تفرق بقى ليه؟ لان انت هنا عرفت الكونستراكتور مره واحده بس، وبناء على المره الواحده دي اي اوبجكت هتيجي تعمله هيتعمل في سطر واحد بس بتمرر قيم على طول، مش على هيئه اربع سطور زي ما احنا كنا عاملين من شويه مع ستودنت 2. واضح كده؟ طيب فانا كده هكرر السطر ده واعمل ستودنت 2 و3 و4. تعالى بقى نشوف القيم هتبقى عباره عن ايه. هقول ده كده ستودنت 2 3 4 ده علي، محمد، ندى مثلا. تمام كده. وعملنا تغيير في الداتا اللي موجود. فبقى كده ده دي الطريقه اللي انت بتعرف بيها اي اوبجكت من الكلاس او من اي كلاس بقى ايا كان الكلاس ده عباره عن ايه. تمام كده. تاني احنا عندنا الكلاس بيبقى فيه مجموعه من البروبرتيز فاريبلز، وفي عندنا فانكشنز.
فانكشنز عاديه زي الفانكشن اللي هي بتاعه الفول نيم، وفانكشنز بيلت ان في اللغه زي الفانكشن بتاع اندرسكور اندرسكور كونستراكت واندرسكور اندرسكور ديستراكت. لو انت ما حطيتهمش فعادي مفيش مشكله، لو انت عرفتهم فانت هتكتب حاجه تنفذها لما تدخل للاوبجكت، وحاجه تنفذها لما يتم الانتهاء من العمل في الاوبجكت ده. تمام. طيب استخدمنا الكونستراكتور في ان احنا نعرف في نفس السطر بتاع يعني او نمرر في نفس السطر بتاع تعريف الاوبجكت ايه هي البارامترز او ايه هي الفاليوز بتاع البروبرتيز اللي موجوده للاوبجكت ده. تمام كده. طيب نكمل. هنا برضو بيتكلم عن الجزء بتاع الديستراكتور، احنا اتكلمنا عنهم الاثنين. نيجي بقى للجزئيه بتاع الاكسس موديفاير اللي قلت اجلها شويه. الاكسس موديفايرز في عندنا كذا اكسس موديفاير، منهم الثلاثة دول منهم البابليك والبروتكتد والبرايفت. تمام. طيب يعني احنا عندنا الكيورد اللي هي بابليك اللي هنا دي، في غيرها برايفت وبروتكتد. طيب بالنسبه لاي فانكشن موجوده معايا بتبقى باي ديفولت، لو انت ما دخلتش اكسس موديفاير فبيبقى باي ديفولت بايه؟ ببابليك. تمام. برضو هنا نفس النظام مع الكونستراكتور والديستراكتور. طيب فده الديفولت بتاعي، هنتاكد كده نشوف في تغيير. مفيش اي تغيير في حاجه. تمام. واضح كده يا شباب. طب نيجي بقى للبروتكتد والبرايفت. انا قبل البروتكتد والبرايفت هدخل على جزئيه الانهيرتنس اللي هي الوراثه، نشوف هي عباره عن ايه وبنورث كلاس من كلاس ازاي، وبعد كده نتكلم عن الاكسس موديفاير. ندخل على الجزء بتاع الانهيرتنس اللي هو الوراثه. بيقول لك باختصار انت بتستخدم الكي وورد اللي هي مين؟ اكستندس، عشان تورث كلاس من كلاس تاني. تمام. في مشكله كده؟ تورث كلاس من كلاس، يعني انا هورث ايه بقى؟ هتورث كل البروبرتيز والفانكشنز الموجوده كمان. طيب مثال، انا عندي هنا كلاس اللي هو مين؟ ستودنت. هعمل كلاس تاني اسمه بيرسون ونشوف ايه التغيير اللي هيتم. اعرف كلاس جديد اسمه بيرسون. اقول مثلا يوزر، وليكن احنا عندنا مثلا في ويب سايت يوزرز. تمام. كل يوزر يعني كل ستودنت مش هو يعتبر يوزر دلوقتي في المكان ده. طيب ممكن اقول كمان طيب ممكن اقول بالنسبه للانستراكتورز مش هو يعتبر يوزر برضو موجود في الويب سايت. تمام. يعني انا عندي مثلا ويب سايت موجود فيه بيرميشن لليوزرز، بيرميشن ستودنت، صلاحيه طالب، وصلاحيه انستراكتور او محاضر. تمام. الاثنين مندرجين تحت القائمه بتاعت مين؟ اليوزر، صح كده؟ تمام. طيب هاجي على اليوزر اقول بالنسبه لليوزر يبقى ليه فيرست نيم ولاست نيم وميل وموبايل. حلو كده. وهاخد الجزء بتاع الكونستراكتور ده كمان فيه، والجزء بتاع الفول نيم. بصوا انا هاخد كل المحتوى اللي هو موجود هنا ده كات، احطه جوه مين؟ جوه يوزر. تمام كده. يبقى كده اليوزر له ايه؟ فيرست نيم ولاست نيم وايميل وموبايل، كل حاجة. هعمل كلاس جديد اسمه مين؟ student، طالب. الطالب بقى هيورث من الكلاس اللي هو مين؟ user. فبنستخدم الكيورد اللي هي extends. بيورث من مين؟ بيورث من user. طبعا اعمل حروف كابيتال للكلاس user، بيورث هنا من user. تمام. وانا سبت الكلاس بتاعي فاضي اهو.
تمام؟ طيب واحد بيقول انا عايز اعمل student جديد، فقال لك هتعمل student بيساوي new student وتمرر القيم دي. حد يقول لي ده كده غلط ولا صح؟ تمام. واحد زميلنا بيقول هو كده، ما هو student بيورث من مين؟ من user، فهيورث كل البروبرتيز وهيورث كل مين؟ الفانكشنز اللي موجوده بما فيهم الكونستراكتور فانكشن بتاعتنا. تمام. تعال نشوف بقى كده هيتنفذ ده ولا لا. مفيش اي تغيير في الصفحه ولا حصل اي حاجه. تمام. ليه؟ لان هو بالطبع انا عندي لما اقول نيو ستودنت طالب جديد، فهيدخل على ستودنت، لقى فيها كونستراكتور فانكشن ما لقاش، يبقى اذا هيرجع للكلاس اللي هو وارث منه، لقى فيه كونستراكتور فانكشن فينفذه. تمام كده. طيب واحد يقول لي لا، بس انا لو كنت عايز اقول ان انا من البدايه كده هسجل ستودنت جديد، تمام، همرر ليه الفيرست نيم والايميل والموبايل وي وي وحاجه خاصه بالستودنت مثلا، وليكن مثلا حاجه تبقى خاصه بالستودنت تختلف عن الانستراكتور مثلا. طيب هبصوا انا هعملها على الانستراكتور، هعمل كلاس جديد اسمه ايه؟ انستراكتور. تمام. الانستراكتور ده بيورث من مين؟ من يوزر. بس انا عايز اقول لما اجي اعرف انستراكتور جديد هتمرر لي الاسم الاول والتاني وكل حاجه زي ما هي موجوده مع مين؟ مع الفيرست نيم، لكن هتزود لي عليهم مين؟ البروفايل، ماشي، او السي في. تمام، واضح كده. طيب هنعمل ده ازاي؟ انا هاخد كده الكونستراكتور فانكشن، نقفل كده تاني، ركز معايا يا احمد فارس. ادا هنا الانستراكتور، همرر ليه الفيرست نيم، اللاست نيم، الايميل، الموبايل. طب القيم دي مش موجوده ليه يا جماعه؟ انا ما عرفتهاش هنا، ما هي موجوده في الكلاس الثاني اللي هتورث منه. تمام. طيب نيجي بعد كده عايزين نعرف متغير جديد بقى اللي هو مين؟ السي في مثلا بتاع اليوزر ده. هاجي كده اعرف متغير بابليك سي في او الانستراكتور سي في بيساوي هذا الانستراكتور سي في، ده متغير موجود معايا زي المتغيرات اللي هي موجوده هنا. ثواني، ايه دولار ساين. طيب الانستراكتور سي في كمان في حاله الانستراكتور عايزين نمرر السي في بالمره، هاجي اقول له هنا و دولار ساين انستراكتور سي في. تمام. طيب وهكذا بقى اقول this of the instructor cv بيساوي instructor cv. حلو كده. طيب في حالة ان انا كنت باجي اعرف student جديد، فالstudent واخد كل حاجة من اي user، تمام، مفيش اضافات. طيب عايز بقى اقول ان انا عايز اعرف محاضر جديد، فانا هخلي البسمه دي بدل ما هي نيو ستودنت يبقى نيو انستراكتور. تمام. اعرف دي انستراكتور 1 instructor 1 ده يعتبر instructor جديد،
ومررت كل حاجة خاصة بيه، همرر كمان مين؟ السي في. فهكتب كده مثلا المسار بتاع السي في، سي في دوت بي دي اف مثلا. واضح كده؟ طيب نيجي بقى نعرف كده الانستراكتور 1 بدل الستودنت 1. وانستراكتور 1 عرف لي الفول نيم بتاعه. نشوف. حلو قوي، انا الانستراكتور سي في حاطته لي اول حاجه. طب ليه حاطته لي اول حاجه يا جماعه؟ لان لو انت جيت تبص كده على البروبرتيز اللي متعرفه هنا، مفيش موجوده الا مين؟ الا انستراكتور سي في. فجاب الحاجه اللي هي المختلفه الاول اللي هي الانستراكتور سي في، وبعدين عرض القيم الباقيه من اليوزرز الاول للبروبرتيز الثانية. تمام؟ واضح كده؟ في مشاكل؟ طيب فده كده بالنسبة للكلاس البيرنت اللي هو يوزر، والتشايلدز اللي هما مين؟ الستيودنت والانستراكتور. في كده أي مشاكل؟ تمام. طب نيجي بقى نرجع للأكسس موديفايرز تاني. ليه هتكلم عن الأكسس موديفاير؟ أقول لك هنا عشان احنا في عندنا نشوف بقى مين بروتكتد ومين برايفت. هاجي كده اقول ان انا عندي الفانكشن اللي هي انا عندي في الكلاس اللي هو اليوزر، اقول ان انا عندي بروتكتد، او خلي لي دي بابليك ماشي، اعرف المتغيرات اللي هي موجودة هنا بايه؟ بروتكتد. حلو كده، دول بروتكتد. هاجي كمان على الفول نيم، هسيبه بابليك ماشي، هسيبهم بابليك. البروبرتيز دي نوعها ايه؟ بروتكتد. قال لك بقى بروتكتد ده بيعمل ايه؟ بيتشاف جوه الكلاس وجوه اي كلاس وارث منه. يعني مين اللي وارث من يوزر؟ ستيودنت وكمان انستراكتور. فبيقول لك يبقى كده البروبرتيز اللي هي الستيودنت فيرست نيم ولاست نيم وايميل وموبايل يتشافوا هنا. تمام، ويتشافوا جوه مين؟ جوه الكلاسز التانيه. طيب في كده مشاكل؟ طيب يعني مثلا انا لو عملت كده فانكشن بتطبع لي الموبايل اليوزر موبايل، تمام، او فانكشن بتطبع لي كل بيانات اليوزر، او كل بيانات مين؟ الستودنت. انا عندي الستودنت فاضيه، هروح اعمل هنا فانكشن اسمها برنت ستودنت. برنت ستودنت دي هتعمل ايه؟ هتقول ان this of the first name انا هطبع الفيرست نيم بس. تمام، طيب انا عندي كده في ستيودنت، او هقول له اطبع لي السي في برنت سي في. انا عايزه الستيودنت حاجه خاصه باللي فوق. تمام، نيجي بقى كده نشوف هل هنا هيعرض لنا المتغير ده ولا لا. المتغير ده نوعه ايه؟ الستودنت موبايل اللي انا عارضه للستودنت فيرست نيم،
وهنا بالنسبة للفانكشن اللي هي student دي فيها مين؟ print student. تمام؟ نيجي كده نستدعي اي اي student، نعرف student ونستدعي فيه print student بقى كده نشوف هتنفذ ازاي. انا عندي هنا مين؟ student 2. أنا هنا student 2 of print print student. تمام، تعال نشوف السي في فين. الفيرست نيم. طيب ماشي، الفيرست نيم فين؟ ماشي، علي اللي هو student 2، الفيرست نيم بتاعه بعلي. تمام كده. طيب ده بالنسبة لمين؟ للبروتكتد. طب نجرب كده ان البارامتر اللي هو مين؟ الفيرست نيم، اجرب ان انا اطبعه من مكان تاني، انا اعرف يوزر جديد. تمام، هقول كده يوزر او بنفس السطر كده هقول له اطبع لي هنا الانستراكتور، اطبع لي منه الفيرست نيم. تمام، شوف هنا انا عايز اعمل ايه. انا عندي انستراكتور، الانستراكتور ده المفروض ان هو يوزر عادي، مظبوط. انا عامله ان الستودنت فيرست نيم نوعه ايه؟ بروتكتد. بروتكتد يعني بيتشاف جوه الكلاس، واي كلاس هيورث منه. هنشوف كده الستودنت نيم هتتعرض ولا لا. لقيته بيقول لي فيه هنا مشكله. ايه هي المشكله؟ كان access protected property instructor student first name. تمام، ما هو لما كان public كنا بنعرضه. تمام، يعني انا هرجعه تاني الفيرست نيم، هخليه هنا public. هيتعرض من غير اي مشاكل. تمام، في مشكلة كده؟ طيب نخليه بروتكتد تاني. لاحظ هنا بقى معايا، لما انا جيت قلت له هنا بروتكتد ودخلت جوه ال student، قلت له اعرض لي الفيرست نيم. هو هنا الكلاس بتاع ال student المفروض بيورث من مين؟ من اليوزر. فشايف معانا مين؟ ال student first name وهو protected، صح كده؟ طب انا هاجي اقول له ايه؟ private. طبعا ده لما يبقى private هتلاقي الايرور اللي هو هنا منور، اللي هو ال student first name ده منور كده. undefined property ده في السطر رقم 33. نشوف كده السطر رقم 33، بص كده ده من اول فين. ده بيقول لي لا، ده انت جيت هنا جوه عملت function جوه class تاني، والfunction دي فيها ان انا بستدعي المتغير اللي هو student first name وهو ايه؟ private. ما ينفعش يتشاف غير في الكلاس اللي انا واقف فيه بس. تمام كده، في مشكله. طيب برضو اللي تحت نفس الفكره، بس هو ما كملش تنفيذ بقى. هو ما كملش تنفيذ الجزء اللي بعد كده. نستخدم البرايفت كلاس ولا
السالري مثلا، تمام، يعني للموظفين. زميلنا بيقول انا هحتاج البرايفت ده في ايه؟ بيس سالري. ما ينفعش مثلا في كلاس تاني تعرف او تستخدم، لا ثواني كده، هي عموما يعني معظم استخداماتها في الجزء بتاع البرميشنز يعني. تمام لحد كده؟ في مشكلة في الجزء بتاع الصلاحيات، في الجزء بتاع الاكسس موديفايرز. شفنا البابليك اللي هو الديفولت، نرجع بقى ده تاني كده بابليك عشان ما يبقاش عندنا فيه مشاكل. تمام كده، في مشاكل يا شباب؟ طيب يبقى احنا كده شفنا الاكسس موديفايرز، اتكلمنا عن البابليك الديفولت وعن البروتكتد وعن البرايفت. هنا هتلاقي في امثله على الثلاثه اللي موجودين دول. الجزء بتاع الانهيرتنس انا شرحته الاول، لان طبعا الاكسس موديفاير اللي هو بروتكتد وبرايفت معتمد على الجزء بتاع الانهيرتنس الاول. نيجي على الكونستنت، نيجي على الجزء بتاع الكونستنت. الكونستنت هو حاجة ثابتة، يعني ما ينفعش تغير القيمة بتاع العنصر ده. اظن احنا اتكلمنا عنه واحنا بنعرف كونستنت في البي اتش بي، بس انت مش هتعرف كونستنت هنا بال يعني بنفس الشكل كده. او نشوف الاستخدام. انا هرجع كده بالبي اتش بي فوق اشوف الكونستنت بيتعرف ازاي. فتلاقيه بيقول لك المتغير العادي بتعرف بدولار ساين، اما الكونستنت بتستخدم مين؟ ديفاين، بتعرف اسم الكونستنت والفاليو بتاعته، وبعدين ترجع تقول لي ايكو المتغير ومن غير دولار ساين. تمام كده. طيب ده الكونستنت مع البي اتش بي. تعال نشوف بقى الكونستنت، الكونستنت بالنسبه للاو او بي. في عندنا غير الديفاين في عندنا كي وورد اسمها ايه؟ كونست. تمام. طيب تعال نشوف كده بالنسبه لل كونست دي، زيها زي بابليك وبروتكتد كده وبرايفت اكسس موديفاير. هاجي مع اليوزر هعرف هنا كونست، اي كونستنت موجود معايا ده. تعال نشوف كده استخدمها ازاي. يقول ان هو عرف الكونست وبعدين كتب اسم الكونستنت وبعدين الرسالة بتاعته. تمام. طيب انا عرفت المتغير هنا وعايز اعرضه جوه فانكشن، هستدعيه ازاي؟ وعايز اعرضه بره هستدعيه ازاي؟ طيب نيجي هنا بالنسبة للفانكشن، نشوف كده ازاي نعرض بقى المتغير بتاعنا. احنا في عندنا كيورد اللي هي مين؟ الزس. تمام. الزس بتبقى عايدة على مين؟ على الاوبجكت اللي احنا واقفين فيه. في عندنا بقى كيورد تانية اسمها سيلف، بتبقى عايدة على الكلاس نفسه. فانا عندي هنا كلاس اللي هو مين؟ يوزر. عايزة مثلا اقول له اطبع لي الويلكم مسج بتاع اليوزر هنا، فهطبعها ازاي؟ مثلا انا هقول له اعمل لي فانكشن بتطبع اسمها ويلكم مثلا. المفروض ان هي بتطبع لك الويلكم مسج اللي هو الكونستنت اللي موجود عندي ده.
فهيتعرض ازاي بقى؟ هاخد اسم المتغير كده، هاجي هنا اقول له اعمل لي ريتيرن. الفانكشن دي هتعمل ريتيرن لمين؟ لسيلف. ايه مين سيلف دي؟ احنا قلنا سيلف بتبقى عايده على مين؟ على الكلاس نفسه، انما ذس بتبقى عايده على الاوبجكت. واربع نقط فوق بعض بدل العلامه دي، تمام. طيب انا هنا سيلف، وبعد كده اقول له الويلكم مسج، تمام. في كده مشكله؟ طيب تعال نشوف ايه. سيلف اللي هو الكلاس اللي انا واقف فيه، في كونستانت اسمه مين؟ ويلكم مسج. فقلت له سيلف اعرض لي منه ويلكم مسج، تمام. طيب انا سيلف اعرض لي منه ايه؟ المسج بتاعتي، تمام كده. طيب تعال نشوف كده، انا هعمل هنا يعني مثلا استدعى الفانكشن بقى نفسها. احنا كنا جوه يوزر مظبوط، ويوزر موجود في كله، فهاجي على الانستراكتور مثلا او الستودنت، هقول له اعرض لي الفانكشن اللي هي ويلكم. طبع لي ويلكم هير، شايفين؟ طيب لو انا كنت طبعت this، فنشوف كده ايه اللي هيحصل. يعني بدل self طبعت this، هاجي هنا بدل self هقول له this الاوبجكت اللي انا فيه، هات لي الويلكم مسج بتاعته. طلع لي هنا ايه؟ ايرور. طب لو استخدمت البروبرتي اللي هي استخدمت العلامه دي طبع لك الرساله. طب ليه يا جماعه؟ انت كده بتقول له طب العلامه دي هي الخاصه بالكلاس يا جماعه، تمام. يعني انت بتقول له اطبع لي الويلكم مسج من الكلاس نفسه، تمام. طيب فبس بتقول له الخاصه بالاوبجكت اللي انت واقف فيه. طب ما انا بقول لك ان في عندك الويلكم مسج دي كونستنت وموجود مع اي اوبجكت، وانا مديله قيمه يعني قيمته ثابته في اي اوبجكت. فلا يعني مثلا خلينا اقول ان الكلاس ده يا جماعه الكورس او الناس اللي موجوده قدامنا دي الكورس اللي هي بتاخده فرونت اند، فكلكم ستودنت، وفي عندكم متغير مثلا كونستنت او بروبرتي كونستنت اسم الكورس فرونت اند، تمام. طب لو انا قلت الكلاس ده يا جماعه كلكم بتاخدوا كورس ايه؟ فتقول لي فرونت اند. طيب لو انا سالت كل واحد لوحده برضه فرونت اند، تمام. بس اهم حاجه انك انت تشاور على الكلاس وانت بتسال على اسم المتغير، تمام، مش على الاوبجكت. بمعنى انا هنا بقول الكلاس ده يا جماعه بياخد كورس ايه، فهنا شورت على الكلاس بحاله. طيب هنا لما انا سالتك قلت لكل طالب موجود فيكم، او مثلا محمد مثلا، محمد بياخد كورس ايه، تمام. دي بروبرتي عايده على الكلاس نفسه، تمام. عشان تعرض البروبرتي هتجيبها من الكلاس نفسه، تمام. فهنا سواء تحط this والعلامة اللي هي موجودة قدامنا دي اللي بتبقى عايدة على الكلاس نفسه، تمام، او السيلف عادي. خد بالك سيلف من غير دبل، من غير دولار ساين، تمام كده. ادا الويلكم هير موجودة زي ما هي. طبعا مش محتاجين نقول ان الكونستانت ما ينفعش تغير القيمة بتاعته، صح؟ انا هاجي كده اعرف متغير جديد، يعني احنا شفناه كونستانت ما ينفعش تغير القيمه بتاعته ثابته.
تمام كده، في مشاكل؟ طيب نيجي على الجزء اللي بعده، اتكلمنا عن الكونستانت، نيجي على الابستراكت كلاس. الابستراكت كلاس موجود فيه ابستراكت فانكشنز. ايه اللي احنا بنقوله ده باختصار؟ هاجي بعد الكلاس اللي هو موجود هنا ده اعرف كلاس تاني. شايفين الكلاس اللي هو بيرنت كلاس؟ تمام، ده بيرنت كلاس اسمه بيرنت، بس انا زودت عليه الكيورد اللي هي مين؟ ابستراكت. طب ليه يا جماعه؟ هعمل برضو كلاس تاني تشايلد، في كلاس تاني اسمه تشايلد كلاس، يبقى ده البيرنت وده مين؟ التشايلد. هاجي اشيل كلمه ابستراكت من هنا، موجود هنا public function بس. تمام، طيب تعالوا بقى نشوف كده ايه هو الابستراكت كلاس وبيعمل ايه. بيقولك الابستراكت كلاس بيحتوي على abstract functions. طب يعني ايه abstract functions؟ يعني function انت بتكتبها من غير body، يعني بتقول ان الفانكشن اللي اسمها كذا، الانبوت بارامتر بتاعها كذا واسمها كذا، لكن اللي هو المحتوى بتاعها هيبقى موجود في التشايلد كلاس اللي بيورث من البيرنت. تمام، فطبعا انا هشيل هنا الدولار ساين السيمي كولون، واعرف هنا القيم على طول. تمام كده، ده هنا في سيمي كولون، مفيش بودي لاي فانكشن فيهم، هنا حطينا البودي بتاع كل فانكشن. اقول له هنا ايكو اوتبوت 1 مثلا، اوتبوت 2 والاوتبوت 3. تمام، طيب خد بالك هنا الابستراكت كلاس اهم وانت حاططهم بالترتيب، لما تيجي تعرف الفانكشنز او كل فانكشن هتعمل ايه تحطهم بالترتيب برضو. طب تعالى نيجي على نقطه الوراثه، يعني ده البيرنت وده التشايلد، المفروض ان انا هكتب الكيورد اللي بنورث بيها عباره عن ايه؟ extends. تمام، هكتب كده extends extend الكلاس اسمه ايه؟ parent class. ايه بتقول ايه؟ parent class. تمام، ده اللي تشايلد وبيورث من مين؟ من البيرنت. طب تعالى بقى هنا نشوف الشرح بتاع الابستراكت كلاس، وهل احنا بنستخدم الكيورد extend ولا لا. طيب تعالى هنا ادا الابستراكت كلاس اللي هو اسمه كار، جواه ابستراكت فانكشن، وقلنا جوه الابستراكت كلاس الابستراكت فانكشن ما بيبقاش ليها ايه؟ ما بيبقاش ليها بطل. طيب في كلاس تاني هيورث مني، جوه الكلاس ده لازم بقى تحط المحتوى او تعرف المحتوى بتاع الكلاسز الفانكشنز اللي موجوده جواه. طيب تعالى بقى نعرف متغير كده، هقول هنا ان انا عندي اوبجكت من الكلاس ايه؟ تشايلد، عبارة عن التشايلد كلاس
فانا هنا قلت ان انا عندي object جديد من الكلاس مين child class. تمام. طيب اروح اعرف انا الاوبجكت ده اي function فيهم. الفانكشن اللي هي sum method 2 مثلا. نروح نشوف الكلام ده. اسم الايه؟ لا لا عادي. argument count. طيب تعال نشوف بقى هنا. انا في sum method 2 كان مطلوب مني ايه؟ parameters تمررها. تمام. فميثود 2 انا ما مررتش قيم بس، فهودي هنا النيم علي و وايت. ماشي. كان ممكن اشيل الانبوتس اللي هنا وهنا وكمان هنا. تعال نشوف. لقيته طبع لي اوتبوت 2. تمام. طب ايه فايدة الكلام ده؟ انا هاجي كده وما دخلش فانكشنز جوه هنا قط. تمام. تعال نشوف كده ايه الايرور اللي هيظهر معانا. لقيته بيقول لي الكلاس اللي هو التشايلد كلاس بيحتوي على 3 فانكشنز، لازم انت تقول الفانكشنز دول هيتعمل فيهم ايه. مثلا هو مديلك مثال هنا على العربيات. كل عربيه المفروض بيبقى ليها مثلا، يعني مثلا خلينا نقول ان اي عربيه ليها موديل. تمام. اي عربيه ليها موديل. كل موديل من العربيات ليه سيناريو معين مثلا في التشغيل. هل السيناريو بتاع العربيه البي ام زي العربيه مثلا الفيات زي العربيه معينه؟ لا. طيب يعني معنى كده ان الكلاس بتاع الكار لازم في زرار بيعمل ايه؟ ستارت. لكن الفانكشن نفسها اللي هتتم في كل موديل او في كل كلاس تاني بيورث من الكار هيختلف عن الكلاس التاني. فالمثال اللي موجود قدامنا هو عمل كلاس اسمه كار، وده البيرنت الكبير اللي موجود في الابستراكت فانكشنز. قال ان كار ده بيحتوي على ابستراكت فانكشن، وطبعا ملهاش بادي. الابستراكت فانكشن هو بيعرف بس الاسم بتاع الفانكشن والانبوت بارامتر وحط السيمي كولون، معرفش باضي للفانكشن. لكن هنا بيقول لي انا عندي فيه نوع عربيات اسمه اودي، عمل له كلاس بيورث من مين؟ من كار وفولفو وسترون، شويه انواع عربيات بقى. تمام. طيب هنا كل كلاس فيهم المفروض الانترو بتاعه اللي هي الفانكشن بتاع الانترو هتبقى مختلفة من واحد للتاني. رسالة الترحيب مثلا هتختلف من كلاس للتاني. تمام. فهي دي فايدة الابستراكت كلاس، وهي من الحاجات المهمة جدا، لان انت ممكن تبقى عايز تعمل كلاس يورث كل حاجة من كلاس تاني ما عدا الفانكشنز، لازم البادي بتاعها يكون مختلف. تمام. في مشكلة كده. فالابستراكت كلاس هو كلاس عادي لكن بيبقى موجود فيه ابستراكت فانكشنز. الابستراكت فانكشنز المفروض ان هي يعني البادي بتاعها في التشايلد كلاس بيتعرف في التشايلد كلاس بس مش في البيرنت كلاس. تمام. في كده مشاكل. ادا هنا البيرنت محطوط فيه الفانكشنز من غير بادي، هنا بالنسبة للتشايلد لازم يبقى محطوط فيه التعريف بتاع كل فانكشن من الفانكشنز هنا في التشايلد. تمام. في كده مشاكل. طيب نرجع تاني هنا. في عندنا حاجة تانية اسمها الانترفيس.
في هنا فرق ما بين الانترفيس والابستراكت كلاس. طيب بص كده على المثال هيفهمك الدنيا. انا هنا بدل ما اكتب ابستراكت كلاس كتبت كلمة مين؟ انترفيس. يعني كلمة ابستراكت وكلاس دول هنشيلهم ونكتب بدلها الكيورد اللي هي مين؟ انترفيس. يعني معنى كده ان احنا هنلاقي جوه ابستراكت فانكشنز، معنى كده ان احنا هيبقى في عندنا كلاس تاني هيورث من الانترفيس ده وهيبقى جواه فانكشنز هنعرف المحتوى بتاعها. تعال نشوف المثال ده كده. بيقول هنا ان انا عندي انترفيس اسمه انيمال. خد بالك بقى الكلمه اللي احنا بنورث بيها من انترفيس ما بيكونش ايه، ما بتكونش اكستندس، بتكون امبلمنت. تمام. فهنا الكي وورد اللي هي امبلمنت، امبلمنتس مش اكستندس. فهنا بيقول ان الكات هتورث من مين؟ من الانترفيس اللي هو انيمال. تمام. طب ايه التغيير او الاختلاف اللي موجود بقى؟ بيقول لك انت مش مضطر ان انت تكتب كلمه ابستراكت مع اي فانكشن. تمام. فهنا بتكتب كلمه بابليك اهو عادي، نفس السيناريو تقريبا. طيب تعال نشوف كده الفروقات اللي موجوده هنا. بيقول الانترفيس كان تهاف بروبرتيز لكن الابستراكت كلاس كان، يعني انت جوه الابستراكت كلاس ممكن تعرف بروبرتيز لكن البروبرتيز وابستراكت فانكشنز الاثنين، لكن بالنسبه للانترفيس لا، هي اتعملت بس عشان الجزء بتاع البروبرتيز بس. الحاجة التانية، الاختلاف التاني، كل الانترفيس لازم يكون الميثودز اللي جواه كلهم ايه؟ بابليك. اما بالنسبة للابستراكت كلاس بيقولك عادي بابليك وبروتكتد عادي، اصل هو كلاس عادي مفيش مشكلة، فهتلاقي بابليك وبروتكتد مفيش مشكلة. تمام. طيب نيجي الاختلاف اللي بعده. كل الميثودز في الانترفيس تعتبر ايه؟ ابستراكت. يعني انت مش لازم تكتب كلمه ابستراكت اصلا، هي باي ديفولت كل الفانكشنز اللي موجوده تعتبر، كل الميثودز اللي موجوده تعتبر ابستراكت. So they can be implemented in code and the abstract class abstract keyword is necessary. تمام. يعني الكلمة بتاعت الابستراكت دي ما هيش مهمة في حالة مين؟ is not necessary، يعني مش لازم تكتب اصلا كلمة ابستراكت مع الانترفيس. تمام. الكلاس كان امبلمنت ان انترفيس، يعني الكلاس بيمبلمنت، امبلمنت طبعا واكستندس بنستخدمهم الاثنين للوراثة، بس امبلمنت عشان تورث من مين؟ من انترفيس. تمام. طيب بيقول لك هنا الكلاس بي امبلمنت من انترفيس وايل انهيرتنج فروم انذر كلاس ات ذا سيم تايم. يعني ايه يا جماعه؟ يعني ايه؟ يعني ايه السطر اللي موجود قدامنا ده؟ يعني الكلاس بيعمل امبلمنت وابستراكت في نفس الوقت عادي. بس تمام. نيجي على الجزئيه بتاع التريت. يعني احنا في عندنا كي وورد اسمها كلاس وكي وورد اسمها تريت وكي وورد اسمها انترفيس. تمام.